كل نواب الكتلة زادهم الله شرفا، مستعدون للاستقالة من مجلس النواب. بلشنا نسمع حكي بعد استقالة الكتلة الصدرية عن إمكانية إنه الإطار التنسيقي يعمل حكومة، أو صار فيه الإطار التنسيقي يعمل حكومة بالعراق بظل يعني استقالة الكتلة الصدرية. هذا سيناريو أكيد سيناريو كارثي، سيناريو أبشع بعد من سيناريو حكومة حسام دياب بلبنان، لأنه بالآخر هذه الحكومة فائدة للشرعية الشعبية، بما أنه الصدر طلع أخذ أكبر كتلة نيابية بالانتخابات اللي حصلت من أشهر قليلة. سيناريو يأخذ العراق إلى يعني مشاكل وصدامات بالشارع وبمؤسساته، بمؤسسات السلطة وبمؤسسات الدولة. يعني حكومة من دون مقتضى الصدر، يعني حكومة للفصائل الولائية، فصائل الحشد الشعبي المسلحة، وبالإضافة لنوري المالكي والاتحاد الوطني الكردستاني، حكومة يعني تحتاج إلى شرعية، تفتقد إلى شرعية أكثر من نص من البرلمان. وبالتالي برأيي أنا يعني أمام العراق هلأ أمام استحقاقات دقيقة، بستبعد أنه حدا يقدر يعني يتجرأ يعمل حكومة من دون مقتضى الصدر. فإذا يا إقناع الصدر بالعودة عن استقالته، يا انتخابات مبكرة وأن تتولى الحكومة الحالية تصريف الأعمال اللي بينما يعني إجراء الانتخابات. هذا السيناريو العائل. أما سيناريو الفوضى وسيناريو الشارع فهو سيناريو حكومة من دون مقتضى الصدر بالعراق. إذا صار فيه نية لتشكيل حكومة من دون مقتضى الصدر، أكيد الشارع رح يتحرك. الصدر ما عنده هلأ إلا الشارع، لأنه ظهر من البرلمان، يعني شكل المواجهة هو الشارع بس، ما في شيء تاني. وبالتالي مش بس الشارع، يعني حكومة لن تكون حكومة شرعية. نحن عملنا انتخابات، حصل الصدر على أكبر كتلة نيابية، عم نعمل حكومة بلا هل كتلة الكبيرة. حتى لو رجعوا أقنعوا حلف الصدر الحلبوسي والبرزاني أنه يرجعوا يفوتوا على الانتخابات، بس عمليا المكون الشيعي اللي هو المكون الأكبر للعراق راح يكون تمثيله مختل على نحو كبير بهذه الحكومة. وبالتالي نحن أمام يعني سيناريو أقل مواجهات بالشارع. هلأ نرجع لمعنى ودلالة استقالة مقتضى الصدر. أنا برأيي الاستقالة هي يعني وضعت بوجه إيران. بالآخر الصدر كان بده حكومة غالبية نيابية، يعني حكومة ما في حلفاء لإيران فيها. لبل بشعاره السياسي مقتضى الصدر قال ما بدي حكومة فيها نفوذ لقوى غير عراقية، وهو يعني ما في إلا إيران، يعني وبالتالي مش الكويت ولا السعودية ولا، عم بيقصد إيران هون. وبالتالي هاي مواجهة، هذه الاستقالة بمثابة مواجهة مع حلفاء طهران المباشرين اللي هن الحشد والفصائل المسلحة، واللي هو نور المالكي طبعا، وبدرجة أقل ولكن أيضا مع حلفاء طهران، الاتحاد الوطني الكردستاني الطرف الكردي الأقرب لإيران بإقليم كردستان. وبالتالي هاي مواجهة مع إيران.